مرحبا واهلا وسهلا بالجميع، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحه وسلامه. حبايبي اليوم حبيت اشارك وياكم طريقه تحضير بهارات الدجاج. طريقه جدا سهله وبسيطه، وطعم البهارات يطلع بيها كلش مميز. يعني تستخدميها ويا الدجاج اللي راح تسلقيه، اللي راح تشويه، اللي راح تبيله وتخليه بالفرن، حتى ويا الشاورما. وان شاء الله انا بنهايه الفيديو راح اشوفكم شلون استخدمتها بتحضير الشاورما. هسه ان شاء الله راح نخلي كل المكونات مع بعضها حتى نحضر بهارات الدجاج. هنا انا عندي ملعقتين مال اكل من الزنجبيل المطحون. هذا زنجبيل مطحون انا مشتريته جاهز، يعني مطحون. اذا عندك ما مطحون فتقدرين تطحنيه وتاخذيه من عنده خاشوكتين مال اكل. هذا هنا انا عندي الاوريجانو او الزعتر البري، اذا ما متوفر فاستخدمي الريحان ينطي نفس الطعم. اخذت من عنده خاشوكتين مال اكل. هنا انا عندي كزبره مطحونه ناعم، راح اخذ من عندها خاشوكتين مال اكل. وهنا أنا عندي هذا الكاري راح استخدم من عنده همين خاشوكتين مال اكل. هسه انا راح اضيف الكركم. الكركم خاشوقه واحده مال اكل. المكونات الاساسيه كانت على خاشوكتين مال اكل، هسه هنا انا خاشوقه مال اكل من الكركم، خاشوقه مال اكل من الثوم الباودر، وخاشوقه مال اكل من البصل الباودر. وهنا انا عندي البابريكا هم راح استخدم من عندها خاشوقه مال اكل. اذا تشوفون مثلا تحبون تضيفون بعد فد نص ملعقه اخرى، يعني تخلين بعد خاشوقه ونص من الكركم والكاري كيفكم. هنا انا عندي خليت خاشوقه مال كوب من الدارسين، وهذا هنا انا عندي الهيل المطحون، وراح استخدم الفلفل الاسود همي انا ملعقه مال كوب. هذا هنا انا عندي قرنفل، اعواد القرنفل بالبدايه خليتها بالطاوه بدون زيت على النار، بس شويه تحمصت وبعدين طحنتها وخليتها بهاي العلبه. هسه راح اخذ من عندها تقريبا نص خاشوقه مال كوب، ما اكثر. وهنا انا راح اخلي لون غذائي اصفر، لون غذائي اصفر او تخلين زعفران حتى ينطي لون، مثلا من تسوين بيه تشريب مال دجاج او تسوين بيها شاورما ينطي لون اصفر للتتبيله. هسه راح اخلط كل هاي المكونات وصارت عندنا بهارات الدجاج جاهزه. طبعا تستخدميها ويا سلق الدجاج، ويا تتبيل الدجاج وتخليه بالفرن. يعني باختصار بكل انواع الوصفات اللي بيها دجاج تقدرين تستخدمين هاي البهارات. بعد ما تخلطيها بشكل جيد تتاكدين انه كل البهارات اختلطت مع بعضها، تخليها بعلبه زجاجيه وتحفظيها بالكاونتر. واذا تريديها تكون عندك فريش مدة أطول خليها بالثلاجة دائما حتى نحافظ على البهارات ويبقى طعمها طيب وفريش فترة طويلة، نخليها بالثلاجة. بس أنا مثل ما شفت سويت كمية قليلة، يعني كفين تقريبا شهر، فما يحتاج أخليها بالثلاجة بالكاونتر، وهي يعني كميتها قليلة فأستخدمها خلال هذا الشهر. هسه إن شاء الله راح أشوفكم شلون تبرت بيها الشاورما مالت الدجاج. هذا هنا أنا عندي صدر مال دجاج ويا فخذ سحبته من العظام. اول مره نقعت الدجاج ومي وخل وصويا صوص نص ساعه، وبعدين غسلته ونظفته وقطعته بهالشكل شرايح طوليه. طبعا خليت وياه الشحم مالته حتى من نسوي الشاورما تصير شويه طريه. هسه ان شاء الله راح ابدي اتبل هاي الشاورما. طبعا طريقه تتبيلها كل سهله وبسيطه. راح استخدم عندي هذا راس البصل، راح ابرشه بالمبرشه بشكل ناعم، او تقدرين تثرميه ثرم ناعم وتخليه ويا البصل. بس من تبرشي يطلع المي مالت البصل تتنكه عندك القطع مال الدجاج اكثر وتاخذ طعم البصل اسرع اثناء التتبيل. ها هنا انا عندي بعد ما هرست البصل خليت هنا عصير ليمون، زيت زيتون. هنا انا عندي راح اخلي كميه من الخل الابيض، وهذا هنا انا عندي اللبن، وهاي بهارات الدجاج اللي حضرتها وياكم. راح اخلي من عندها خاشوبتين مال اكل. اخلط كل هاي المكونات مع بعضها. طبعا لو تحبون بعد تضيفون ثوم تهرسين كم سن ثوم وياه، بس احنا البهارات خلينا وياها ثوم، للي يحب الثوم يخلي بعد وياها. اتبلها بهالشكل واغطيها ببلاستيك غذائي واحفظها بالفريز او بالمجمده. شو وقت ما احتاج اطلعها من الليل اخليها بالثلاجه، وثاني يوم تصير جاهزه انه استخدمها. حبايبي ولهنا انا خلص الفيديو مالتنا. ان شاء الله استفاديتوا من الفقرات اللي شفتوها بي. التقيكم بخير وعلى خير بالفيديوهات القادمه، ومع الف سلامه.